شعبنا اليمني في أي قرية، في أي عزلة، في أي محافظة، في أي منطقة، شعبنا اليمني، إخواننا، رجالنا، أبطالنا، كبار وصغار، رجالا ونساء، نقول لهم أبشروا بالخير. بس الموجود يكون إلى جانبنا، والبعيد عنا يكون إلى جانبنا بالمعنوية ويبشر بالخير. أبشروا بالخير، الشعب اليمني يطمئن. لن تحكم هذه الشلة الفاشلة الخاسئة التي لا تريد ولا ترى إلا نفسها، لن تحكم هذا الشعب، وإنما هي أيام وسينتهي، وستصبح حروب الحوثي قصة تذكر قد انتهت، واستقر الشعب اليمني في أحسن حال بإذن الله. شيخ صالح، بعد أن تعرضتم للإصابة، ماذا عن الإصابة وماذا عن عودتكم إلى المعركة؟ حياكم الله وأبقاكم. الإصابة الحمد لله الإصابة بسيطة وشيء بسيط، وحتى لو الإصابة مهما كيف ما كانت قوية أو بسيطة، نحن موجودين، وإن شغلنا بإصابة أو بغيرها فالميادين ملأة بحمران العيون بالشباب والمقاتلين والأبطال مواصلين جهادهم. بالنسبة لي إصابتي طفيفة وخفيفة والحمد لله، وتعدت، خلصنا، اعتبر جاهزين والحمد لله، جاهزين لعملنا وجاهزين لسير مواصلة سيرنا في وجه هذا العدو الزاحف الذي يريد أن يأكل الشعب اليمني، والشعب اليمني سينهيه بإذن الله. الأبطال في مواقعهم، الأبطال في متارسهم، الأبطال في مقدمات الصفوف، رافعين رؤوسهم ومعنوياتهم تناطح السحاب، يواجهون العدو الحوثي وأنصاره وأعوانه، يحشدون والشباب يحصدون بإذن الله. وإنما هي فترات، العدو منتهي، الحوثي منتهي، لكن شوية فترة الناس ينتظروا ترتب أموره وينهو. كلما حشد الشباب حصدوا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الناس في تقدم، الناس في عزة، الناس في شموخ، الأبطال لهم بالمرصاد، والدنيا منعومة، والخير قادم، ونحن في خير. الجريح والمصاب، من استشهد فهو في سبيل الله، ومن أصيب فهو في سبيل الله، والسليم ثابت في مواقع في سبيل الله. ونحن دون جمهوريتنا ودون شعبنا وعقيدتنا وديننا، بل نحن دون الأمة العربية وديننا الإسلامي بشكل عام، والحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ونحن في خير، أبشركم، والجبهات في خير وفي تقدم، وكل يوم ونحن أسعد، وكل يوم ونحن أقوى من فضل الله سبحانه وتعالى، ولا يزيدنا ذلك إلا صلابة وقوة وعزيمة، والحمد لله رب العالمين.